للاستجابة العاجلة الذي أطلقها الجهات المختصة والمواطنين في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، لبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي النداء وأرسلت قافلة طبية تحوي مكونات الأدوية والمحاليل التي باستطاعتها مكافحة وباء حمى الضنك. يأتي هذا الدعم في إطار الجهود الرامية لمكافحة الأوبئة التي انتشرت في مديرية بيحان، وتجسيدا للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع الصحي بمديرية بيحان بشكل خاص وبقية مديريات محافظة شبوة والمحافظات المحررة.